السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني على قناة ركن الرواشد. اليوم احنا من مشتى الحجي عادل ماهود البرزنشي، مشكور وبارك الله بيه، جاوبنا على بعض الأسئلة عن الجاردينيا، طريقة العناية بها، طريقة التكاثر مالتها، وقت زراعتها، طريقة السقي، طريقة التسميد. كل هاي تلقون جملة ومفرد إذا حبيتوا تلقوها بمشتى الحجي عادل ماهود البرزنشي، العظمية 7 كار قرب ديوان الوقف السني. زين، أحسن تعامل، خبرة ما شاء الله عليه، من ينطيكم نصيحة ينصح. بارك الله بك حجي، السلام عليكم، شلونك حجي؟ شلون صحتك؟ الله يبارك بك ويحفظك ان شاء الله. بالنسبه للجاردينيا عندنا نوعين، عراقيه والسوريه. وايد تجي حجي اسئله عليها. نعم، هاي السوريه؟ هاي السوريه مستورده. نعم. الاصل مالها هي حشريه، تطعم. نعم. نطعمها على حشري. يعني شنو مفتهم حجي؟ الهرش حشري. يعني شلون؟ جاردينيا حشريه. فتطعم عليها الاصول. ها زين. فهسه عندنا هاي نوع السوري. نعم. هذا طعم جاردينيا سوريه. نعم. ايه، العراقيه افضل من السوريه. طبعا. افضل. اكيد العراقيه افضل. افضل. النبات العراقي بكل شيء احسن. وعندنا وقتين، الجمبود وقت الخريف والربيع. سواء العراقيه او السوريه. نعم. بس ريحتها الاقوى. يعني هسه حجي هذا وقتها المفروض. ايها منه هيك حج جنبود هسه عندنا. حلو. حج جنبود بالخريف هسه وعندنا بالربيع. نعم. واما العراقيه ريحتها اقوى من السوريه. وين هالعراقيه حجي؟ العراقيه هسه حاليا خلصانه؟ هسه. اي بس انت تجيب حجي. اي طبعا طبعا. زين. اجيب. لان سحب عليها قوي. على العراقيه. ها. زين، شلون ذيك هاي شلون سعرها؟ شلون ذيك سعرها؟ هاي سعرها السورية ب5. تمام. العراقية ب8. ها. سندانة حجم كبير. نعم. ايه. نعم. زين، شلون هاي طريقة السقي مالتها حجي، التسميد؟ هسه السقي مالها كل يومين يوم الثالث، الجاردينيا. كل يومين؟ كل يومين يوم الثالث، سواء عراقية أو السورية. كل يومين وبالثالث. ايه. زين. كل الأسماد هسه مع لها. والحديد يقولون الجاردينيا إلا بالحديد، طبعاً. كلش قد أحط لها حديد؟ يعني كل 15 يوم، كل 20 يوم. ها. زين، هذا الحديد السائل السوبر ايرون عادي؟ اي عادي عادي عادي، هذا كلش ممتاز. هاي ايش قد شلون اخلي له، ايش قد الكميه حجي؟ يعني اخلي له فد خاشوقه مال الشاي. اي اي عليها مباشره دايركت، لو افخ يعني ما اخففها بالماء. لا 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 بالتربه. يعني هسه اني اخذ الشتله مثلا راسا احولها بالقاع، ما عليها شيء. اي ما عليها شيء، لا تخلي كل شيء هسه. تمام تمام. من يصير 1-3 أتبلشي بالأسمدة مالتها الدبيل. عاشت ايدك. وقت الدفع مالتها. عاشت ايدك، شكرا جزيلا حجي، بارك الله بيك، شكرا جزيلا. مرحبا.